ينضم لنا عبر السكايب من جنين السيد نعمان العابد، المحلل السياسي والباحث في الشؤون الدولية والقانونية. إسرائيل تنفذ حرب إبادة صامتة في شمال غزة، بيقولوا أنها يعني عملية ثانوية أو منطقة حرب ثانوية، ولكن ما يحدث أن القوات الإسرائيلية تتوغل في شمال قطاع غزة حتى وصلت الدبابات إلى الأطراف الشمالية لمدينة غزة وبتعزل بلدات شمال القطاع، ويعني كثر الحديث عن طرق الموت، ويعني واضح انه يعني هناك طرق للموت حينما يقوم السكان بعملية النزوح يعبرون من خلالها، خاصة الحديث عن الشارع الذي يوصل إلى منطقة دوار أبو شرخ حيث يعتلي هناك جنود القناصة البنايات، فيما تتواجد آليات عسكرية في المنطقة تطلق النار على النازحين. يعني بنقول لهم اخرجوا، وهم ماشيين في الشارع ده اللي بيقولوا عليه شارع الموت تطلق النار على النازحين، وتسببت هذه الهجمات في سقوط عشرات الضحايا. إذن الاحتلال يفرض حصارا محكما على شمال غزة والنازحون يسلكون طريق الموت. ما هو الوضع في شمال غزة؟ وهل هناك أي منطقة آمنة من الممكن أن ينزح إليها السكان؟ تحياتي أستاذ إنجي لكم ولمتابعيكم ومشاهديكم. نعم، هذه السياسة التي تقوم بها هذا الكيان العدو الإسرائيلي وهذا المجرم بنيامين نتنياهو وحكومة العنصريين الفاشيين الجدد الذين يحكمون في تل أبيب متواصلة في كل أولاً في كل أرجاء قطاع غزة من خلال الإبادة الجماعية التي ابتدأت منذ أكثر من عام، ونحن يعني أنهينا العام الأول ودخلنا في العام الثاني وما زالت الإبادة الجماعية وما يقوم به هذا الجيش العدواني النازي الجديد في إبادة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. في الشمال اشتدت وتيرة هذا الإبادة واشتد الحصار، حيث أن هناك حصار مطبق حسب ما يصلنا من الأهالي، هناك حصار مطبق على كل مناطق شمال قطاع غزة، حيث أنه لا يسمحون بدخول كل مقومات الحياة لمنطقة قطاع غزة، وأيضا يهددون المستشفيات ويطالبونها بالإخلاء بحيث أنهم لا يريدون أي مجال لأن يكون هناك حياة طبيعية في منطقة شمال قطاع غزة. ومثل ما ذكرت في المقدمة سيدتي أن هناك أيضا عندما يطلبون بالسكان بالخروج والنزوح إلى أماكن أخرى يتم استهدافهم، وهذا يعني واضح، ويعني واضح صورتها أنه المقصود هو قتل كل الفلسطينيين المتواجدين في الشمال من قطاع غزة بغية ده غير الروبوتات اللي بيدخلوها البيوت وتنفجر بالبيوت. نعم، والتفجيرات التي هم يقومون أيضا جنود دولة الاحتلال الإسرائيلي بتفجير المنازل وتفجير البنايات وتفجير الشقق، وكل ما يقومون به سيدتي هو إبادة جماعية حقيقية، مستغلين مثل ما ذكرتي موضوعة الانشغال فيما يجري في الجنوب اللبناني، وأمريكا تشغل العالم في موضوع أنها تحاول تهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأنها لا تريد قيام حرب شاملة، وإذ بها هي تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي وتشاركها بكل ما تقوم به هذه الحكومة النازية. نعم، فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة في فلسطين وصفت جرائم الحرب في شمال غزة بأنها مذبحة بشعة وسادية بتحصل بأسلحة ودعم غربي. في رأيك أهمية النوع ده من التصريحات ده إيه؟ يعني هل ليه أهمية؟ نعم، أولا يعني إذا كان الغرب لا يعلم ولا يعي ولا يدرك أن ما تقوم به هذه الحكومة الفاشية من كل هذه الأبيدة الجماعية، نحن نتحدث عن أكثر من 60,000 شهيد حتى اللحظة الذين يعني تم تسجيلهم في المستشفيات، نحن نتحدث عن أكثر من 100,000 أو 150,000 جريح، نحن نتحدث عن العديد من الأسر التي أبيدت من السجل المدني، هناك عدم جعل قطاع غزة غير قابل للسكن، وبالتالي إذا الغرب والمنظمات الإنسانية والمنظمات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل دول العالم وحكوماته لم تشعر بما يجري في قطاع غزة فهذه هي المصيبة. نعم، هي وصف جزء بسيط مما يحدث مما يجري في قطاع غزة، ليس من الآن، هذه المذبحة البشرية التي تقوم بها هذه الحكومة المتطرفة في تل أبيب ابتدأت منذ الثامن من أكتوبر بعد السابع من أكتوبر ومستمرة لحتى هذه اللحظة دون
إرادة ودون أي تحرك جاد من قبل المجتمع الدولي ومن قبل طيب، تحديدا الولايات. رئيسة المكسيك الجديدة دعت يوم الجمعة اللي فاتت للاعتراف بدولة فلسطين من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وقالت في أول تصريح لها حول هذا الموضوع منذ توليها هذا المنصب في الأول من أكتوبر: يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية تماما مثل دولة إسرائيل، لقد كان هذا هو موقف المكسيك منذ سنوات عديدة. كيف ترون هذه التصريحات في الداخل الفلسطيني؟ هل هي مؤثرة في الوضع على الأرض أيضا؟ نعم، نحن يعني أولا كل هذه التحركات وكل هذه الأصوات التي يعني تحدث والتغيير الذي حدث بعد فتح دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأنها دولة وكيان مجرم وحكومة مجرمة، وبعد أنهم يعني فهموا الحقيقة على بحذافيرها، أن نعم هذه الدولة لم تقوم بردة فعل. من يقوم بردة فعل لا يستهدف الأطفال ولا يستهدف النساء ولا يستهدف المستشفيات ولا يقوم بكل هذه الإبادة الجماعية. وبالتالي أدركت هذه الدول أن هذه الحكومة لا تريد السلام ولا تريد إقامة الدولة الفلسطينية، وادعاءاتها بموضوع ردة الفعل باطلة وغير صحيحة وغير حقيقية، إنما هذه خطط كانت على الرف. استغلت دولة الاحتلال الإسرائيلي ما حدث في 7 أكتوبر، نعم صحيح، وبالتالي نعم قامت بتنفيذ طيب. القوائم.